اوكي هلا خلصنا. هذا ضيف عندنا، يعني قاعدين نخطط من الان كيف نفسحه في السعوديه. تمام، هو مره مبسوط. الان خليني ادخل السياره واشرح لكم. ايوه، فقعد يقول لي اوه يا ربي، قاعد يقول لي ان هو مره مبسوط اول ما دخل السعوديه. يقول كده حبيت انه حب الشوارع كده باينه مريحه، فهمتوا شلون؟ يعني الشوارع هلا يما هاي. طيب المهم اول ما دخل حب كتير الشوارع، قال الشوارع مريحة، البني ادمين كده باين عليهم يعني مريحين، فهمتوا كيف؟ وبس والله اليوم عنا حفلة كشف جنس الجنين، يوم بنعرف خدوج حامل ببنت او ولد، وكلنا حنلبس الشيء اللي نتوقعه. انا جبت فستان بينك، هبة ايش جبتي فستان؟ هبة جابت فستان يلو. يا حبيبي ما حد غيري يعرف أزرق. اللونه ما حد غيري. اما جبتي ازرق يعني ولد؟ لا ما اعرف بصراحة ما اوكي خلاص احنا الان حطيناه بالفندق. شو شلون يقولها؟ مارلو كذا يتكلم، قول اسم الفندق مارلو. المهم فبنرجع له بكرة، قلنا له اليوم ما نقدر، فبنخلي واحد تاني هو اللي ياخده ويجيبه. واليوم نو no.